الموديلات دي عشق، شياكة، أداء، حاجة كده يعني تحفة فنية بمعنى الكلمة. ده i9 جيل عاشر اتش زد بوك فريمليس، شاشة 15.6 بوص فول اتش دي، اي بي اس ببصمة وجه وبصمة صباع، كيبورد مضيئة، معدن كله، اخر شياكة الجهاز ده. طبعا ده جهاز ورك ستيشن، كارت شاشة 4 جيجا انفيديا كوادرو تي 2000، ده 4 جيجا دي ار 6، الرامات 32، المساحة 512 ان في ام اي، زي بوك او زد بوك بديجيتال لايسنس الويندوز 10، حالة الزيرو بفضل الله، في 2 تايب سي، مخرج اتش دي ام اي مكان الاس دي كارد، مدخل الشحن اهو بيجي مع الشحن الاصلي بتاعه، وفي يو اس بي 3 مخرج الهواء اهو، طبعا بياخد تهويته من تحت. تحفه تحفه الجهاز ده، يعني تحفه بمعنى الكلمه. سمعته بانج اوليفسن، في كاميرا محترمه جدا الجهاز ده. ده زد بوك ستوديو. الحاجات دي ما تصفرش كتير، فانت لما تلاقيني عامل اعلان زي ده او لقيته على الويب سايت عندي ومحتاجه اطلبه على طول. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.